لا، الاشغال اللي انت لقيت قبل الزلزال على حساب المؤتمر الدولي للصندوق النقد الدولي، الحمد لله لا زالت مستمره، والمؤتمر الحمد لله وضعوا الناس المسؤولين تاع الصندوق النقد الدولي الثقه في المغرب عاوتاني، واستمروا على انه يبقى المؤتمر في الوقت ديالو ولله الحمد. وبالنسبه للسياح القاطنين في مدينه مراكش لم يغادروها، ورغم الاشاعات والمغاريد تاع الصحافه الفرنسيه وجميع المشوشين العالميين اللي هما ما تيحبوش هذه البلاد، والحمد لله الناس اللي ساكنين فيها تيحبوها وواضعين فيها الثقه، وهاد الناس المغرب كاملين عامه من طنجه للقويره تيحبوا مالكهم وتيحبوا حكومتهم، وما خلاو حتى شي واحد يجيب لهم ولو كيلو تاع الدقيق. وعاش عاش عاش المغرب وعاش الشعب المغربي بملكه وشعبه وحكومته، ولا يخاطبنا احد سوى مالكنا وهو الله سبحانه وتعالى ومحمد السادس. بالنسبه لمدينه مراكش الحمد لله راه رجعت الامور الى مجاريها، والناس دخلت لديورها وسكنوا بخير على خير، وراه ما كاين والو الحمد لله. الاشغال راه غاديه في امان الله وحفظه، والناس خدامين بالليل وبالنهار، والمؤتمر ان شاء الله اللي غادي ديال النقد الدولي ان شاء الله غيكون في المستوى، وغادي العالم كله غادي يحضر ان شاء الله في مدينه مراكش، والشعب المغربي كله راه مع النقد الدولي، وحنا فرحانين بالناس اللي غادي يجيو لهذا المؤتمر، فرحانين بهم، كنقول لهم مرحبا بكم مدينه مراكش خاصه والمغرب عامه، وكنتمناو ان شاء الله باش الامور كتبوا. دابا مدينه مراكش راه رجع كل شيء الحمد لله في امان الله وحفظه، السياح شوف تبارك الله السواح جايين من انحاء العالم، والحمد لله راه ما كاين والو. ومرحبا بكم في المغرب وفي مدينه مراكش خصوصا، وبشعارنا الخالد الله الوطن الملك والصحراء المغربيه وعاش الملك. الحمد لله على كل حال كما كنشوفوا بانه قدر الله كيتصرف، وانه الزنزال الحمد لله راه فات، واللي كانوا مجندين له هو اول واحد هو صاحب الجلاله نصر الله واياده، وما كتشوفوا ان الاشغال قائمه بين قدم وساق ليل نهار في مدينه مراكش، لانه الحمد لله بانه المؤتمر ديال البنك الدولي غادي يكون في مدينه مراكش. كما كتشوفوا ان الاشغال كاينه موجوده، المغاربه كلهما يد واحده وراء شخص واحد هو صاحب الجلاله الملك محمد السادس رحمه الله. كما كنوجهوا الشكر للسيد والي جهه مراكش اسف عامل عماله مراكش، لانه قائم ووقف بالواجب ليل نهار باش انه المؤتمر الدولي ان شاء الله اللي غادي يكون في شهر 10 غادي يكون في مدينه مراكش. الاشغال في الطريق الصحيح تقريبا واحد 70% ولا 80% انه مشات، بقات واحد 20% ولا 15% ديال الاشغال اللي غتنتهي مع نهايه شهر 9 ان شاء الله. اللي كنتمناو انه هذا الشيء يجوز في ظروف جيده وفي ظروف امنه، بانه بينوا للعالم كامل بانه المغرب راه بلد الشعب ديالو، لانه الشعب عطى الكثير الكثير بانه تضافروا الجهود بين الشعب المغربي، لانه باش نبينوا لاعضاء الوطن بان احنا المغاربه مغرب واحد وراء رجل واحد اللي هو سيدنا الله ينصرو، بانه كنبينوا للناس بان المغرب لا خوف على المغرب تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله. تيمكن لينا نتحدثوا اليوم على الاوراش الكبرى اللي مفتوحه بمراكش منذ شهور، فمن بعد الفاجعه اللي عرفها منطقه الحوز، فكان الجواب والرد جاء من صندوق النقد الدولي اللي تعقد المؤتمر ديالو بمدينه مراكش، وهذا دليل على الثقه اللي توضعها هذا صندوق النقد الدولي.